والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. شكرا لكما صحر ناجي وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به. وخلال استقباله رئيس مجلس الإدارة لهيئة الموانئ والمرافق الغانية إسحاق أوسي، أكد جمال الدين أن التعاون مع غانا يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لدعم سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية، خاصة لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب أفريقيا. من جانبه أعرب إسحاق أوسي والوفد الغاني والمرافق له عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانيها، مؤكدا على وجود فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع المواني. ارتفعت صادرات مصر خلال عام 2022 بنسبة 19.4% لتصل إلى مستوى 52.1 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 35.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار في عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9%. هذا وبلغت قيمة الصادرات البترولية 16 مليار و6 من 10 دولار في عام 2022 مقابل 11 مليار دولار في عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في 5 أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75 دولار و84 سنت للبرميل بارتفاع قدره 2.4%، بينما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71 دولار و23 سنت بارتفاع يبلغ 2.7%. ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.4% لتصل إلى $2.58 سنت لللتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.15% وتسجل $2.58 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا بموقف منظمة أوبك بعد أن طالبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل استباقي أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر كوب 28 في دبي. وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى ستعمل على ضمان التوصل إلى نتيجة مثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة مع ضمان حصول الجميع على الطاقة. أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر كوب 28 سلطان الجابر ضرورة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المنتظرة. وعقب اختتام رئاسة كوب 28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهم الحوارية رفيعة المستوى، أشار الجابر إلى أهمية دعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرولا بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو الوكالة للتوافق عليها في مؤتمر المناخ، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
قال نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي فابيو ناتالوسي أن الدول الناشئة تحتاج إلى تمويلات بقيمة تريليوني دولار سنويا حتى عام 2030، ما يعني الحاجة إلى 14 تريليون دولار في 7 سنوات لتمكينها من مواجهة تداعيات تغير المناخ. وأضاف المسؤول أن ذلك يعني الانتقال من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، أي بمضاعفة 4 مرات، وشدد على أن القطاع العام لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، فهناك مستويات عالية جدا من الدين بعد فيروس كورونا والمخرجات المالية ومستويات الفائضة أيضا أعلى بكثير، لذلك هناك حاجة لجلب القطاع الخاص، حيث تشير التقديرات إلى ضرورة ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من نحو 40% اليوم إلى ما بين 80 و90%. ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهند تسعى لجعل مركز جيفت سيتي المالية غرب البلاد مركزا للتمويل العالمي المستدام. وقال مودي أن الهند تسعى لتوسيع دور جيفت سيتي لجعلها مركزا للخدمات المالية والتقنية الذي ينتمي إلى عصر جديد. وجيفت للخدمات المالية العالمية هو مركز مالي يهدف إلى التنافس مع مراكز مثل سنغافورة، لأنه يوفر حوافز مالية وبيئة تنظيمية أكثر تيسيرا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح في عام 2028 بين لاس فيغاس ولوس أنجلوس، وذلك قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية. ويقلص هذا القطار الفائق السرعة وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، بينما تستغرق رحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. ختم جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وأميرة لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى.